لأي شخص مفكر إنه المرأة تقدم له بدون مقابل. بفيديو من فيديوهاتي قلت إذا ما كان في شيء مادي أو معنوي بتندم على زواجها منك، في من انتقد وعلق وكأنه يوماً ما أنا قلت غير هالكلام. ما في شيء اسمه بدون مقابل، إنه هي تقدم لك وتعطيك وتدللك وتهتم فيك وانت عم تتفرج عليها مثلا. خير إن شاء الله. حتى ولو قدمت لك وبدون مقابل، مع الأيام بتمل، يا أما بتقلل من هالاهتمام يا أما بتوقفه بشكل نهائي. فدير بالك، الاهتمام بمقابل، وإلا تخسره.